داخلي عبر الزوم مع مؤسس جمعية أموالنا لنا للمودعين فراس طنوس. يعطيك العافية، صباح الخير. يعطيك العافية ست جوزفين، اهلا وسهلا فيك. طيب فراس، نحن شفناكم بالاسبوع الماضي امام مجلس النواب وصارت حادثه النائب الفرزلي وعبرتوا عن رايكم بموضوع الكابيتال كنترول وسقط هذا المشروع او انه ما نوقش يعني وتم تاجيله. هلا بدنا نعرف منك، نحن يبدو انه الثلاثه على موعد مع عوده هذا القانون، شو رح تعملوا الثلاثه؟ بس خلينا نفسر للمشاهدين. اول شيء بدي صبح كمان ضيفتك الكريمه اللي عم تحكي بالقضاء ورح نتطرق له كمان بهذه المناقشه. ست جوزفين، اول شيء هذا قانون مناقشه قانون الكابيتال كنترول انطرح من جمعه نهار الثلاثاء، كمان نحن نزلنا على بصمنا واجلوا المناقشات، رجع انطرح بعد جمعه هو ذاته ما تعدل في شيء. هن في ذريعه بالسياسيين بيقولوا لك تعدل في امور بسيطه ما كثير بتأدي وبتاخر بس لحفظ ماء الوجه. رجع ونحن عندنا ممثلين من جمعيات المودعين ومن نائبه المحامين موجودين بالجلسه. رجع من بعد ما تاجل اقتراح تاجلت المناقشه فيه، رجعوا نهار الاربعاء ثاني نهار كمان ونحن هو كلهم كنا مواكبينهم على الارض وكنا موجودين قدام مجلس النواب لنضغط ولنوصل الصوت انه هيك قانون كابيتال كنترول بالصيغه هيدي المطروحه مرفوض رفضا تاما، بينما حيلا كابيتال كنترول مثل ما كان مطروح قبل، يعني اول ايام الازمه انطرح قانون كابيتال كنترول ويومتها الرئيس بري قال قدس الاقداس اموال المودعين وترحموا على الكابيتال كنترول على اساس ما في كابيتال كنترول. اليوم بنتفاجئ انه في كابيتال كنترول عم بينطرح بطريقه جديه وبطريقه اجريسيف، يعني بطريقه شرسه انه ليتمرق هالكابيتال كنترول. هلا نحن ظهرنا الاربعاء من الجلسه على اساس تاجل لبعد الانتخابات، بنتفاجئ انه الرئيس الفرزلي بيروح عند المئات بيروح عند نبيه بري وفجاه بيرجعوا بحطوا الاربعاء تنهار ثلاثه على المناقشات. هيدا قانون كابيتال كنترول مرفوض. ليه مرفوض؟ مرفوض قبل ما يكون في خطه حكوميه، خطه تعافي واضحه كامله متكامله. يعني اليوم وقت يقول رئيس مئاتي اذا هو عم بيحكي جد، يعني نحن احترنا بقى بناخده على محمل الجد ولا عم بيمزح، وقت يقول المسؤول رقم او واحد هي المصارف هو الدوله اللبنانيه، مسؤول رقم اثنين مصرف لبنان، مسؤول رقم ثلاثه هي المصارف ويمكن ان نحمل المودعين، وفجاه بنتفاجئ انه ببلشوا اكثر شيء اول شيء بالمسؤول رقم اربعه اللي هن المودعين وبيزركونا بالكابيتال كنترول. نحن ما رح ننزرك بالكابيتال كنترول، بتحبوا تعملوا كابيتال كنترول، كابيتال كنترول بده يكون بيرضينا وبيرضيكم، نحن مانا الحلقه الاضعف، نحن اقوى منكم، نحن بكمياتنا اكثر منكم، واعملوا معروف، اعملوا شيء مره مصلحه الشعب اللبناني. اما بالنسبه للحجه الواهيه اللي هي الاي ام اف فرضته، الاي ام اف حاكيه بالمجمل يعني بوضوح عن الكابيتال كنترول، ومعلوماتنا من وراء اجتماعات الاستاذ كريم ظاهر مع الاي ام اف انه هن رافضين هذه الصيغه من الكابيتال كنترول، بس بعض السياسيين حابين يقنعونا انه لانه الاي ام اف فرضته نحن بدنا نمشي فيه، هن رافضينه بهذه الصيغه وطالبين كابيتال كنترول. كابيتال كنترول عاده بيكون بيعملوا لك كنترول على الوديعه او على الكابيتال، مش ساعه بيقرروا لك انه يوقفوا الملاحقات القضائيه سابقا ومسبقا وما وبيعطوك عمله، يعني بيعطوك مصرياتك بعمله الايداع، مش هن بيقرروا لك كيف بدهم يعطوك مصرياتك وهالامور كلها. اما خطه التعافي قبل ما يكون في خطه تعافي، نعم، خطه واضحه زراعيه اقتصاديه صناعيه مع استرجاع الاموال المحوله، وبدنا ندقق بارباح المصارف. ليه بده يدقوا بالمودعين؟ يدقوا بارباح المصارف ل 30 سنه عم تعمل اموال وارباح غير شرعيه وفي ارباح شرعيه، يتفضلوا كلنا نتقاسم لنخلص هالبلد او رحالنا ما رح نتحمل هالشيء. والرومر او الاشاعه اللي طلعت واللي هي مضبوطه انه في تحميل 60% للمودعين، نحن ما رح نتحملها، واذا عم بهددونا بحرب أهلية وفلتكن ما نخلص، شو اللي نحن فيه أحسن من الحرب الأهلية؟ كيف يعني؟ شو ما كانت نسوانا ما يسوى حدا، لا عارفين هن تبينوا عن فشل سياسي، هن بينوا عن إنه ما عندهم ولا خطة غير من مصر بسرق مصريات العالم، يسوانا ما يسوى حدا. بس هيدا الثورة خسر، وقتها صارت ثورة العالم أحبطت
وخسرنا البلد، مش رح نخسر مصريتنا. بس شو رح تعملوا؟ نحن نهار الثلاثة رح نتحرك، وفي عنا تحرك مع النائبات نازلة، نائبات المهن الحرة، محامين، أطباء، صيدلي، صيادلي، حكم أسنان، وبعد في كذا كذا نائبات رح نتحرك، لأنه هيدا القانون رح تمنعوا؟ رح ترجعوا تمنعوا النواب من أنه يوصلوا على مجلس النواب؟ هديك المرة صار معكم حادثة مع النائبة للفرزلي وتطورت، يمكن في حدا رفع دعوة، شو رح تعملوا؟ أول شيء اللي هيدا كان النائب رئيس الفرزلي، ما عرفنا، ما هو ما انتبه لنا أنه مدائن، ونحن ما انتبهنا أنه هيدا الرئيس الفرزلي. بس الآن رح نمنع النواب انه يفوتوا على المجلس، وفي كثير حركه، في كثير امور تصعيديه ما فيني احكي عنها، لانه الشباب ناطريننا بالمرصاد، صاروا هن يعني كانه نحن الحراميه وهن عم بحافظوا على الحق، بينما اللي قدم دعوه، اللي قدم دعوه على الرئيس الفرزدي برافو يعني، بس بدنا تستقبل الدعوه، لان هيدا الشخص هو ذاته بيعلن بيعمل الانتصار وقت يقدم دعوه، بينما هو المفروض يعلن الانتصار وتترك الربح الدعوة، فنحن منشد على ايده، بس في كثير قضايا غير كمان قدمها هيدا الشخص بس للبهورة ولركوب موجة المودعين. شو يعني عم تنتقد عم تنتقد اللي قدموا الدعوة؟ لا مش عم في خلافات بيناتكم كمان، انتم كمان في خلافات ابدا ما في خلافات، في شخص سوسي فايت بيناتنا. مين هو؟ عم بجرب يشرزم المودعين بأجندة، هلا ما بدي اتطرق له لأن عندي أمور أهم، نحن مترفعين عن هالموضوع. مين هو؟ الشخص اللي ركب على ظهره للكوستا برافا فجأة طلع من المي بعد ما قبض 200,000 دولار، عمل هيك إنه نطفة المي وبعده ملف الكوستا برافا، هذا هو ذاته الشخص. طيب على كل حال، طيب هلا انا فراس، اذا بدي اقول شو ملاحظاتكم بس سريعا جدا على قانون الكابيتال كنترول، شو التعديلات اللي بدكم اياها؟ بعدل اياهم بنقاط، نقطة 2 3. اول شيء نحن لانه انتم عم بتناقشوا بعرف بهذا الموضوع مع عدد من النواب والتقيتوا معهم. نحن اوريدي برمنا على الكتل النيابيه وسلمناهم مسوده بملاحظاتنا، برمنا على الكتله، على الاشتراكيه، على الكتله الاشتراكيه، على العونيه، على القوات وعلى حزب الله. بالنهايه هن عم بفرجوا انه هن اليوم ضد هذا القانون المقترح بصيغته المطروحه، يتفضلوا ما يامنوا النصاب نهار الثلاثاء ليفرجوا عن حسن النيه. نحن بالنسبه للنواب حتى فتنا على مجلس النواب نهار الثلاثاء سلمناهم هالملاحظات لاغلبيه النواب المعنيين ورؤساء رؤساء اللجان، لجنه المال والموازنه، لجنه الاداره والعدل. بالنسبه في شغله كثير مهمه عم بتصير هلا ست جوزيفين، انه القضاء اليوم في تحرك القضاء الفرنساوي، لك يعي بالشوم على القضاء تبعولنا، مع احترامنا للقضاة الأوادب اللي عم بيشتغلوا، انه هو ذاته القضاة اللي كانت عم تتفضل فيه ضيفتك هلا وتحكي، في قضاة اخذوا ذات القرارات اللي اجوا هلا من فرنسا ليتطبقوا، يعي بالشوم نحن ما عم نعرف نقضي نحمي العالم بالقضاء، ليجي الفرنساوي عيونه زرق واشقراني نوثق فيه وما نوثق بقضاتنا اللي هن بقوا الدمع كل الملفات، كيف بده يزبط قضاء عنا اذا نحن ما بنوثق وما بنعطيه من ايده للقضاء وتدخلات سياسيه وهالامور كلها؟ طيب مع العلم الشخص، مع العلم الشخص اللي عم بقول لك عنه اللي هو قدم دعوه على الـ على الـ على الفرزلي، واللي نحن انا بقول لك بشد على ايده بهالموضوع، هو كمان عم بيتعرض للقضاة اللي عم بيشتغلوا لمصلحه المودعين. طب ليش ما بدك تسميه؟ بدك انا اسميه؟ ليش ما بدك تسميه؟ ما الناس هلا بحالهم يعرفوا مين هذا الشخص يلي حضرتك عم تتهمه انه هو عم يطلع على حساب المودعين وحساب مصلحه المودعين، سمي لنا اياه. سمي لك اياه انا؟ بحترم جمعيه مودعين بعد ما امن فيه، ان شاء الله يا رب اطلع انا. هل تقصد السيد رامي علاق؟ اكيد اكيد. ايه اكيد. طيب وانتو لانه نحن اللي عرفنا بالاجتماعات اللي عملها مع احد المحامين تبع المصارف، ونحن اللي عرفنا ليه صار عم بقوس على غادة عونه، ونحن اللي عرفنا شو صار معه، ونحن اللي كنا نموله، ونحن اللي عنا الاثباتات شو كنا نعمل. هلا ما بدي فوت اتطرق لهذا الموضوع، هذا موضوع قضائي ونحن مقدمين دعوه بهالموضوع وبتزوير، ومقدمين دعوه بتزوير بعض الوكالات ليعمل هالشيء اللي عم بيعمل. انتوا كنتوا تمولوا؟ هلا بكره هو فاضي راضي بيقدم دعوه علي وبيعلن الانتصار، بس لهلا ولا دعوه غير ما خسرها. انتوا كنتوا تمولوا؟ معدوم هو معدوم. انتوا كنتوا تمولوا؟ ايه اكيد. كيف نحن كنا مقدمين دعوه عم كثر،
نحن اللي قدمنا الدعوة على 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 مكتف وعلى ما يظهره التحقيق. دعوة ما كانت عم كتف، دعوة كانت عم مصرف لبنان، وهو لو ما أخل بالاتفاق ولو ما أخل بالالتزامات ولو ما صار بدل سوري يعني يلعب يمين شمال ويلوفك، ولو ما طلع عند رئيس الجمهورية وطالبه إنه بدي أعمل وزير عدل، ولو ما رئيس الجمهورية ما أخده عن محمل الجد بلش يقوس يمين شمال عغادعونه وعلى اللي حوالين غادعون. مع احترامي يعني رئيس غادعون لهلا مشهود إلا اللي عم تشتغله. طيب لكن يعني شخص معروف تاريخه بالكوستا برافا بالضمان الاجتماعي بوزارة العمل ب ب ب ب آخر شيء بدي شوفه قديس بملف المودعين، ما شفنا شيء منه بملف المودعين، وناطرين هلأ فرنسا بانك ساكتين على هذا الموضوع لأن ناطرين قضية فرنسا بانك. إن شاء الله يا رب، ونحن بعتنا له محاميين من عنا الدكتور باسكال داهر ليساعده ليربح هذه القضية، نحن أحسن منه. نحن ما ناطرين نقطف، نحن ناطرين مصلحة المودعين وبدأ جمعيات المودعين ما ينسوا القضية، هاي القضية محقة. ثلاثة كلنا بدنا نكون مثل ما كنا ثلاثة أربعة مع بعض، كلنا بدنا نكون مع بعض. ما حدا يفكر بدي أطلع على التلفزيون أو بدي أعمل حالي أنا سكرت الطريق وأنا كسرت له سيارته للفرزدة. هذا كله ما فاني قدام قضيتنا المحقة لنحافظ على مصرياتنا. ما تضيعوا البوستة وما تخلي حدا يضيع لكم البوستة. طيب بس أنتوا الثلاثة رح تنزلوا قدام مجلس النواب تسكروا الطرقات؟ أكيد. طيب شكرا لك فراس طنوس. نحن الثلاثة هي آخر جولة، بدي أقول للمودعين آخر جولة، ما منكون ربحنا المعركة، منكون خلصنا جولة. نعم. وهالجولة بدها تتكلل بالنجاح. نحن عملنا حكينا قلنا ثلاث أيام ما عم ننام، عم نحكي مع رؤساء الكتل، عم نحكي مع رؤساء اللجان لناخذ نحن منهم التزامات واضحة جدية، لأن بكل صراحة نحن ما بقى نوثق غير بالفعل، بالحكي قد ما بدي كلهم عم. نعم. شكرا لك فراس طنوس على هذه المداخلة.